فقط. وأبلغت مصر بأنه يصعب تلبية طلبها بإلغاء المظاهرة التي تنظم اليوم، وتعهدت الحركة من جانبها بإبعادها عن السياج الأمني المحيط بقطاع غزة، مؤكدة في الوقت ذاته بأنها ستكون سلمية وفق ما نقلت صحيفة العرب الجديد عن مصادر مصرية. وشهد القطاع السبت الماضي أحداثا أدت إلى إصابة 41 فلسطينيا وجنديا إسرائيليا بعيار نارية. في الغضون أعلنت مصادر فلسطينية وفاة فلسطيني من مخيم جباليا متأثرا بجراحه التي أصيب بها في الأحداث الأخيرة خلال مسيرات الحدود الشرقية لمدينة غزة. وقال لي ما يندروا على العودة، مسيرات العودة هذه للأقصى، وبدي يدشرها دائما، هو نداوم عليها نداوم عليها عشان الأقصى، بدشروا عشان الأقصى يما بتدروع. الله يسهل عليه. ولتحري الأجواء على الحدود الغزية الإسرائيلية انضم إلي من هناك مراسل I24 نيوز أدهم حبيب الله. أهلا بك أدهم، كيف هو الوضع لديك على الشريط الآن، وكيف نقرأ موافقة حماس على الطلب المصري في ظل استمرار إغلاق معبر رفح؟ نعم، من يتواجد على الحدود الجنوبية بين إسرائيل وقطاع غزة يشاهد حالة من التأهب لدى قوات الأمن الإسرائيلية المنتشرة على طول الشريط الحدودي وفي المناطق المتاخمة، والتي وضعت أيضا حواجز عسكرية وأيضا حواجز شرطية قبيلة أو يعني ليس بعيدا من هنا وأيضا يعني قريبا من الشريط الحدودي، تحسبا لأي مواجهات قد تندلع أو اشتباكات مع الفصائل الفلسطينية أو المتظاهرين عند الشريط الحدودي. ولذلك يعني كما تشاهدين يعني من خلف ايضا يعني وجود هذه القوات الامنيه المنتشره، وايضا نضيف بهذا السياق انه بحسب المعطيات والتقارير التي وصلت من اجهزه الامن الاسرائيليه والتي يعني اليوم اعطت الاوامر ايضا للجيش الاسرائيلي بعدم التواجد عند المناطق الحدوديه تحديدا عند الفتحات والتي تم من خلالها اطلاق النار والعيار الناريه يوم السبت الاخير، واصيب جندي اسرائيلي بجراح خطيره، واتهمت يعني بعض الأطراف الإسرائيلية داخل الجيش بحالة من التقصير وأيضا التكاسل في عملية البناء، ولذلك حتى اللحظة يعني لم تعطى الأوامر بالوصول إلى تلك النقطة، إنما بتفرقة المتظاهرين في حال وصلوا إلى نقطة السياج. اليوم وزير الأمن الإسرائيلي غانتس وفي معرض تصريحاته لسفراء أجانب قال إن إسرائيل معنية بتهدئة طويلة الأمد مع القطاع. بالأمس بنت رئيس الوزراء قال إنه لا يمانع أن يشن عملية على القطاع، يعني وإن كلفه هذا الوزراء العرب في حكومته. كيف نفسر هذه التصريحات المتضادة، وأي سيناريوهات هي الأقرب اليوم للواقع ما بين الطرفين؟ السؤال المطروح في هذه المرحلة يعني علاقة التصريحات الإسرائيلية وأيضا بما يحدث ميدانيا، وأيضا هل تتزامن أو لربما موضوع التهدئة مرتبط أيضا بزيارة نفتالي بنت إلى البيت الأبيض ولقائه يعني جو بايدن. هناك من يعتقد بأن إسرائيل يعني تريد التهدئة في هذه المرحلة حتى عودة يعني نفتالي بنت من البيت الأبيض وما يتبعه من خطوات مستقبلية قد تكون مع قطاع غزة. في ظل ذلك أيضا هناك أنباء إسرائيلية تتحدث على أن الحرب أو لربما الحملة العسكرية على قطاع غزة باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى، وأن الأمر مرتبط أيضا بحياد سنوار، علما أنه في الأسابيع الأخيرة قضية المنحة القطرية تشغل حركة حماس. الآلية يعني لم توافق أو لربما لم ترضي حركة حماس في هذه المرحلة، ولذلك هي تبحث عن طريق التظاهرات والحملات الشعبية بتوجيه سكان قطاع غزة وأيضا المتظاهرين للاحتجاج ضد إسرائيل لرفع الحصار في هذه المرحلة. ولذلك يعني نحن نستمع بين الحين والآخر، فقط قبل قليل يعني قائد قوات الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي صرح بأن إسرائيل على جهوزية تامة للدخول لتوجيه ضربة عسكرية قوية داخل قطاع غزة، وهذه التصريحات تأتي أيضا في سياق التصريحات الإسرائيلية الأخيرة والتي يعني تحذر حركة حماس. أشير في هذه النقطة أيضا يعني أنسام لربما الحكومة الإسرائيلية على المحك، وأيضا هي أمام امتحان أمام المعارضة الإسرائيلية فيما يتعلق بكيفية الرد وكيفية التعامل مع حركة حماس. نشاهد أنه في الآونة
الأونة الأخيرة، يعني حركة حماس أيضا تمتحن الحكومة الإسرائيلية في قواعد الاشتباك بعد الحملة العسكرية التي كانت الأخيرة على قطاع غزة، ولذلك هي تريد أن تصل حتى إلى طاولة المفاوضات مع إنجازات عملية على أرض الواقع وأيضا ميدانية لربما لتحقيق إنجازات أكثر. نعم، ويردنا الآن أن يعني الفصائل الفلسطينية تكثف من تواجدها على الشريط الفاصل الحدودي لمنع لربما وصول المسيرات إلى هذه الحدود تلبية للطلب المصري. أدهم حبيب الله مراسل I24 News، شكرا جزيلا لك حتى اللحظة، حدثني من شريط الفاصل مع قطاع